السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ لاباس عليكم هانين، شتا تعاودوا كل شيء بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غادي نحضر معاكم واحد الكروستاطا بالفروتة بالديسير، زعما الفرويولة كلها واش تيسميه. غادي نحضرها معاكم وما شكيت عليكم اليوم. ضربني البرد، شو وجهي كي داير، حالتي ما نقولش ليكم بلا ما نبقى نتشكى عليكم. وندوزو الوصفة. بسم الله على بركة الله. غادي نوري لكم المقادير. عندي 100 ديال السنيدة، 100 غرام. نجيب هذا باش نخلط. 100 غرام ديال السنيدة و 100 ديال الزبدة. هيا ما تكونش قاصحة، تكون دايبة شوية. أنا راه قلت مع كاين البرد، ما كان ما كاينش البرد بزاف راكم تخرجوها من الفريغو وديروها. 100 ديال السنيدة و 100 ديال الزبدة و جوج بيضات. ها وحدة وجات جات، غنحتاجهم من بعد. 100 ديال الزبده و 100 ديال السنيده و جوج بيضات، شويه ديال الملح، شي بزاف. هيا غادي نحيدها. وعندي 300 ديال الفورس، وغادي نخلطو هادشي مع بعض ديالها. خلطو مزيان، عرفتو غير ندوزو الليل ماشي نخلط ليه بحال هاكا. وغندوزو الفارينة دابا. هي باقا واحد شويه هنايا، نخلطها دابا بيدي. غادي نخلطها بيدي مزيان ونوري لكم. هاجا البنات، بعد ما خلطتها هاجا، غادي نجيب واحد الكاس ديال الفران، وغادي نجيب بلاع، نجيب واحد الشعره ديال الخضران بحال هكا نديرها هنايا. نجيب واحد شويه ديال فارين باش متلصقش. وغادي نهزها ونحطها هنايا، نحيد هادي من هنا. يا راه رطبة البنات، متبقاوش توركو عليها بزاف، راها رطبة رطبة. نجيب واحد شويه ديال الفارينة بحال هكا، انا كنتسقم على فارينة تنجيبها ومتبقاش ليا، نديروها بحال هكا ونقادوها مزيان باش متجيش بلاصة طالعة وبلاصة هابطة. صافي بحال هكا. وغادي نديرها في هادي، انا قطعت هاد الكارط
باش هادي انا الغرف وكو هذاك. وغادي نجيبو واحد القطاعه ولا قطع عموس ونقطعو بيد الجنيبات بحال هكا نحيدوهم. مبغيتوش ديرو نتوما الكراغط بحالي انا، عبروها على حساب الطاوله اللي غديرو فيها وصافي. باش يجيكم زعما العبار وكذا وصافي، واخا ما تجيش مقاده المره الاولى راه كاع غاديه تعواج، ولكن معليش بحال هكا تحيدو لها كاع هاد الجنيبات ديالها بحالو. هاديك الباستا راه مغادياش اللوحة، دابا نصاوب بيها شي حاجة. خدكم راه ماشي زعما حريفية في الحلويات ولا، راه إذا نتشاها شي حاجة أنا تنصوبها وصافي. هادشي لي كاين. غادي نجيب هادي بحال هاكا دايره ونحاجب هادي من قدام دابا هكا شي جنيبات بقاو طوالها، غادي نحيدهم بحال هكا. وغادي ندخلها، غادي ندخلها الفران بحال هكا البنات، مقلوبة ماشي من جهة أخرى بحال هكا. غندخلها الفران تطيب، غنخليها شي 15 دقيقة على 180 ديال الحرارة. وغادي نحضر معاكم دابا الكريمة اللي غادي ندير فيها، ودابا غادي نصوب معاكم الكريمة البنات. عندي هنايا نص سيطرة ديال الحليب، أنا غادي نديرو هنايا نص سيطرة. وغادي نجيب واحد الموس وغادي ندير، غادي ندير واحد عالجلدة ديال الحامض باش تعطينا زعما النسمة هنايا، نديرها هنا ونشعل لي هنايا يطيب زعما يسخن، غادي يسخن تما. وهادي غادي نوجد فيها، هاي نحضر ليكم شويه باش يبان. غادي ندير فيها دابا البيض، غتسناو. عندي 100، لا ماشي 100 سمحوا لي، 80 ديال السكر، 80 غرام ديال السكر. وعندي 30 غرام ديال المايزينا، 80 ديال السكر ديال السنيدة، نقول السكر، و 30 ديال المايزينا. دابا غادي نخلط هادشي مع بعضياتو بحال هكا. نزيد في هاد شويه باش يطيب الحليب يطبخ زعما. انا غادي نزيد 30 ديال المايزينا،
80 ديال السكر و 30 ديال المايزينا. غنمشي نجيب واحد شويه ديال الفاني نسيتو. الفاني الا بغيتو ديرو البنات ديرو، ما بغيتوش دبروس كيبقى اختيار. خاصني انا نوري ليكم كي درت ليها، ماشي نبدا نخلط معاكم ونقطع نبقى ندير معاكم حتى نوري ليكم كي غادي تجي. نزيد في هذه باش تسربيني. قريبين يطيب الحليب ونخويه معايا. واحد دقيقة نمشي نشوف لنحرق ديك كروستاطا باقا ما طابتش. صافي غادي نطفي عليه دابا وغادي نحيد الجلدة ديال الحامض. هاهي نحيدها بلوحة ونخوي الحليب. هاد الريحة طالعة منا ديال الفاني والجلود ديال ديك الحامضة. دابا غادي نشعل عليه هنايا. غادي نبقى نخلط بحال هكا. قد ما خلطتوها مزيان قد ما تجي زوينه الكريمه. يلا بدا يطيح الثلج، قلنا غادي تبدا تصب الشتا وطيح الثلج. شعاتي ساعتي صحيت دابا مبقاش تصب. نقص واحد شويه البوطا راه جاتك ليا بزاف. نخليها في ثلاثة. نزيد فيها الحليب. غادي نوسخ في الدنيا أنا. دابا غنزيد فيها واحد الشوية. علاش سابتهم على السطوطة تجالب بزاف ولا كل واش تيقول ليا نقصو عليها بزاف. هاهي تقريبا تصاوب دابا الكريمه. عندي البنات هذيك الكريمه واجده وما بغيتش نديرها، قلت غادي نصاوبها على يدي. تجي زوينه هذه ديال الملفه تصاوبيها على يدك تجي زوينه. كاين ما حسن من الحاجه الطبيعيه
اخرى ما تعرفي تجي دير فيها تنشريها شي مره مثلا تنكونش عندي زعما الوقت باش نصوبها وتندير هذيك واجده نخليوها تطيب واحد شويه يا ما تزقوش عليها بالتحراكه اللي تلحقاش لا زقيتو غير تحرك من التحت تولي فيها واحد الذوق خايب يا راه قد ما بردت قد ما تتولي خاطره غنمشي نشوف ثاني لا هذيك لا تحرك باقي ليها واحد شويه انا ما تندير تندير زعما هذيك ديال 5 دقائق ساعتي ما درتهاش هي 15 دقيقه غنقول لكم باش ملي يطيب تصاوني ساعتين سعيد كما درت هاهي كريمه هي اليوم قربت توجد هاهي كي جات البنات صافي دابا بارك عليها هاهي صافي انا طفيت عليها دابا غنمشي نغسل هذاك شتي نقولو ليهم حنايا الكيوي وداك الشي ديال باش غادي نزوقها ونعاودو نتلاقي البنات بعد ما طابت انا خرجتها دابا من الفران وجدت واحد الطبسين ديال نشد بهادي باقا سخونه طبسين ديال البيتزا البنات وقالي عندي كبيره مع كبيره ما شي صغيره راه كبيره غادي نحيد ليها دابا هادي ونحيد ليها الكاره هاكي جات راقيه وجات زوينه ها الكرسطاطه ديالنا ديال اليوم جات من داك الشيء الرفيع شنو نقولوا حنايا ودابا دابا ما عرفت فين درت هذيك نحيدها بهذه ها الكريمه ما يمكنش خاصني نقلب على اللحاسه فين درتها واش درتها في بابو شللها هاهي لما كانتش اللحاسه اختي ما كاين والو هي كريمه هاهي كي جات دابا خاصنا نسرحوها فوق كرسطاطه بحال هكا ما تنقولها كرسطاطه معناتي سميوها كرسطاطه وانتوما سميوها كي بغيتو ما عرفتش انا سميتها بالعربيه انا سميتها بالطالياني تيقولوا لها كرسطاطه وبالعربية ما عرفتش تيقولوا ليها ودابا غادي نديرو فوقها ولي هذاك تبقاي ديري تتهرسيها وتحشمي زعما تحشمني كاع من ذوقها كي جات جات راقية ودابا غادي نزينوها بال
شنو نقولوا حنايا بالمغربيه بالعربيه فريز، هنايا تيقولوا لي تيقولوا لي لي فراغولا، حنا تنسميهم فريز وما تيسميهم فراغولا، كل بلادو كي تيسميهم. غادي ندير لهم بحال هكا التزيين ديالها بحال هكا. انا درت ليها بحال كوت وما زينوها باش ما بغيتو، ماشي بالضروري يكون عندكم الفريز وهادشي، حتى باش الاخر تيجي زوين بحال هكا بحال هكا وهكا. دابا غادي ندير ليها كيوي، ويا مالك سكتي، زينا بالكيوي بحال هكا. نجيب واحد الوحده ديال الكيوي هاهي، خا الكيوي باقي قاصح البنات ما رطبش. صافي انا درت ليها الكيوي، وغادي ندير ليها البنان من هنايا من الوسط بحال هكا. وغادي رانا غانسلام البنات، راه ماشي مسخين ولا، غندير ليها هادي بحال هكا من الوسط. وغادي نمشي نجيب السكر باش غادي نديرو ليها من الفوق باش ما تخسرش لينا الفروطه ونوري البنات. انا غادي نوجد معاكم هاداك باش غادي نسقي هادو من الفوق باش ما يخسروش. شوفي الجاجات رائعه وزوينه. غادي نشعل على هاد لهاد المقلة، ما بغيتش نبقى نجبد في كاسرون اخرى، غندير فيها واحد شويه ديال الماء، شي نص كاس ولا ما واصلش. وغادي ندير فيها واحد عاشق ديال السكر، وغادي نحيدو من قدامي. وغادي ندير فيها واحد شويه ديال المايزينا البنات، ها شويه ماشي بزاف، عاشق كبير. صافي غادي نحركو، صافي. ودابا غادي نسردو من الفوق بحال هكا باش يبقى عندهم هذاك اللون زوين ديال الخضره ديال ديسير زعما، تنسانا ما عرفت مالتي ولا تمشي لي الهضره بحال هكا. قلت لكم البنات زينوا نتوما باش ما بغيتوا، انا زينت بهادشي اللي عندي دابا. مالا كديروا في هذاك داك المرتيلي وداك دوك الديسير تيكون صغير، ما عرفتش انا سميتو، هنا تيقولوا لي من لامبوني وموري وكلي هادوك تيكونوا سميتهم بحال هكا بالعربيه ما عرفت. وهذه هي الكروستاطا ديال اليوم اللي صوت معاكم، هاهي جات رائعة وجات زوينة، والحاجة ديال الدار راه ما كاينش بحالها. ونتمنى الكروستاطة ديال اليوم تعجبكم،
ولا عجبتكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم العفريتات، ما تديروش ليا اللايكات تتفرجوا، ما تديروش اللايكات، ديروا لايك، ديروا لايك، وما ما غاديش تخلصوا عليا، بركوا على داك الصبايع اللي تيكون بحالكم، بركوا عليه باش ديروا ليا لايك باش الفيديوهات يبقاو يبقاو يتشافوا زعما اكثر. وعاد نضحك معاكم، بغات ديروا لايك ديروا، ما بغيتوش دبر راسكم، داكشي تيبقى اختيار ليكم نتوما. ونتمنى الكروستاطا ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش باللايكات ديالكم، وتهلاو ليا في راسكم، وبوسه كبيره لكم كاملين. يلاه بالسلامه عليكم، باي باي.